السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة والمغفرة لكل الشهداء وعاجل الشفاء لكل جرحى. نتمنى من الله أن يفك كل أسير وكل مفقود يرجع إلى أهله سالما. اللهم احفظ السودان والسودانيين وأنصر قواتنا الشعب المصلى. أبشر أخوانا المشيرات قررت جينا لكم بفيديو جديد مراكز بسيوني، كلام جد جميل وسخن. أراكم نحضر الفيديو أول حتى بعدين نناقش معكم، ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى أنه طبعا يا جماعة. أول حاجة في إشاحتين طلعت، في إشاحتين طلعت عشان قبل ما الإشاعات تمشي اللي قدام أنا أقتلهم لك الاثنين. أول حاجة إشاعة بيقول لك الأسترالي علي، قال لي والله قالوا ياسر العطا استشهد. أنا أبشركم ياسر العطا موجود، ولو استشهد ما قال على ربه، لكن ياسر العطا موجود وبخير وما عنده أي حاجة، ولا عنده أي حاجة، أموره طيبة وما عنده أي حاجة، قايد الميدان وقايد المعارك دي هو ذاته، ما عنده أي حاجة، كويس في أمانة الله. يعني ما في حاجة زي دي نهائي، يعني خلاص ما في. أنا بقول لك ما في، عشان ما أنت لما يدوك خبر يجيبوا لك أنت بتمشي تشيل الخبر وبدون ما يطلع الخبر. لو في حاجة زي ياسر العطا استشهد بيطلع لك في القنوات الرسمية، بيطلع لك في تلفزيون السودان، بيعلن الحداد عديل، بيطلع لك في الصفحة الرسمية بتاعت القوات المسلحة. لكن معلومات زي دي معلومات مغلوطة. الآن ما عندهم حاجة غير الإشاعة، ما عندهم حاجة غير الإشاعة، يا هو دارين يقضوها إشاعات، ما عندهم حاجة. الآن انهزموا ميدانيا، انهزموا إعلاميا، انهزموا في الغرف، انهزموا دبلوماسيا، انهزموا كل حاجة، انهزموا فيها. عندهم شنو تاني؟ يا هو قالوا قلنا قالوا قلنا قالوا فلان قالوا لا قايد، ولو مات ما قال على ربه. في عندنا مليون ياسر عطا، عندنا جنود بيموتوا زيهم زي ياسر العطا، يعني فريقهم شنو ده؟ دبابير. يوم القيامة بيحاسبون بالدبابير. عندك كم دبورة تخش الشهيد؟ الشهيد بدون دبورة عادي بخش، مواطن ساي شال السلاح بيخش شهيد. عشان كده ما احنا قصة انه لو استشهد ياسر عطا ولا استشهد قباشي ولا استشهد اي ضابط من الضباط عادي، ده حاجة طبيعية. هون طالعين لشنو؟ عشان الاستشهاد ده. يعني احنا ما شايلين له هم كبير، لكن ما استشهد موجود ياسر عطا، والمعارك بتاعت الليلة خير دليل. طبعا الليلة قبل ما امشي لك للمعارك اديك الاشاعة الثانية، في اشاعة عاملينها القحاطة انه حميدتي مشى جدة، وصل جدة. حميدتي لا وصل جدة ولا ما شفت. لو حميدتي وصل جدة انا اقول لك الجمعة الجاية القيامة، لو حميدتي وصل جدة الجمعة الجاية القيامة جهز نفسك، معناته المسيح الدجال ظهر. حميدتي مات وشبع موت، وحميدتي الان في نار جهنم خالد فيها ابدا. لا قصه سياسه لا قصه غير، وحميدتي مات وانتهى. حميدتي لو قلت لك حي دقيقه واحده كان شال التلفون اتصل بقناه الحدث، دقيقه واحده حميدتي لو حي كان كلم قناه الحدث. يا اخو تحت الحرب والرصاص مسامعينه باضاعنا، والدنيا هنا اتصلوا بقناه الحدث رد لهم طلع، يعني غالب يطلع السي والان بيتجول زي ما قالوا ماشي، غالب يطلع في قناه الحدث. اقسم بالله حميدتي لو كان مات كانوا جابوا لك صوره وصوت. انت بتتكلم كيف؟ انت بتتكلم بأي لغه؟ الناس اللي بيطلقوا اشاعات انه حميدتي مشى جده، جده مين؟ والناس نايمين. والله بعاتي حميدتي ما يمشي جده، خلي حميدتي. البعاتي حقه صنعته في الامارات ما يمشي جده، خلي حميدتي. خلي حميدتي البعاتي، البعاتي صنعتوه في الامارات ما بيمشي جده، خلي حميدتي هو ذاته شخصيا يمشي جده. حميدتي مات وشبع موت والان في نار جهنم خالد فيها ابدا. خالد فيها ابدا، الان بيت مع ناس ابو لهب، مع ناس مسيلمه، كل ذول يكذب للثاني. حميدتي بالنسبه لنا ماضي. حميدتي بالنسبه لنا انتهى. عندكم حاجه غير حميدتي جيبوها. عندكم موضوع تاني غير حميدتي جيبوه. عندكم طلس جديد جيبوه. لكن حميدتي بالنسبه لنا مات وشبع موت. لانه احنا عارفين احنا ربنا ادانا العقل ده عشان نفكر به ما عشان نسرق به. ادانا العقل ده عشان نرتب الامور ونشوف الحاصل شنو، ما عشان نبيع به دولتنا ونبيع به وطننا. ما عشان نتاجر به في دم الناس. حميدتي بالنسبه لنا مات، لا تقول لي جده لا تقول لي الصين. حميدتي ما يصل جده ولا يطلع من المغابر. حميدتي مدفون في السودان ومدفون في شرق النيل وليوم القيامه. حميدتي ده يا هو حميدتي مات ثاني. حميدتي ما بيصهر الا اللي بيصهر الذكاء الصناعي. عشان كده يا جماعه ياسر العطا حي يرزق وحميدتي مات،
وتاني ما بقوم ليوم الغيام، لا جد لا غير جد، الموضوع هنا انتهى. نديك الميدان الليلة لأول مرة الفتحاب دي، أقسم بالله العظيم الليلة الفتحاب دي عبارة عن تورابورا، أنا بكلمك بجد. الليلة السلاح الجديد اللي استخدموه في الفتحاب سلاح ما طبيعي، عندك زول في الفتحاب أزاله، الليلة جابوا لهم شغل عجيب، خلاص جابوا لهم شغل حاجة بطالة، حاجة بطالة. الفتحاب دي كلها اشتغلت دورت وما حلقيف تاني، أنا أبشرك تاني يوميا من الشغل ده، يوميا الشغل شفتوه الليلة في الشقلة والفتح، الليلة الشغل ده هيستمر معاكم تاني يومي يومي لحد ما يكمل آخر جنجويدي في المنطقة. خلاص خلاص الليلة استخدموا معاكم التقيل، استخدموا معاكم القوة المميتة، صح يا ناس الفتحاب؟ هذيل قالوا صح. الليلة هزات هزات ورا هزات، شغل بكيف، خلى الناس كلها مبسوطة. سلاح المهندسين طلع الليلة، طلع اشتغل كويس، قوات العمل الخاص اشتغلت كويس، استخدموا القوة المميتة الأكثر من المميتة المدمرة والفتاكة، شغل لسه هم ما شافوا. عشان كده الليلة ليلة كانت بالنسبة لنا طيبة، لأن أبشركم تاني كل يوم من الشغل بتاع الليلة للآن احتمال يكونوا قاعدين بهناك، الجيش شغال بهناك للآن، احتمال يكونوا موجودين بهناك ما رجعوا، لأنه الشغل ده تاني حيستمر خلاص، لأن دي الخواتيم. الجيش في كل مكان متقدم، احنا ما بنقول لك والله يتقدم في كده نوريك قاعد وين ولا لا، ما بنقول لك، لكن بنقول لك المدن الثلاثة حوالينا كلها جيش، وداخلها كلها جيش، المناطق اللي كان مليانة جنجويد الليلة مليانة جيش، أي منطقة كان فيها كثافة بتاع جنجويد الليلة كلها جيش، كلها جيش من نمس بالليل. المتحركات دي دخلت، أول أمس دخلت متحركات كمية كبيرة، خلي المتحركات اللي حكيت بيهم الأسبوع اللي فات خليهم، ال 68 ألف وال 70 خليهم، أنسى أنسى والله العظيم، أنا بقول لك الحقيقة، دخل متحرك أول أمس والله، محلات تشتت الملح في جبل أولياء ما في، كله جيش، محلات كده تشتت ملح كده ينزل ما في، الناس بتنوم واقفة طولة، بتنوم واقفة طولة عديل، جيش جيش. دي الخواتيم، قلت لك الخواتيم امسكها من الخواتيم، رغم العملاء ورغم الناس اللي ما عندها اخلاق ورغم اي خزق، الحرب حتنتهي، الحرب حتنتهي والجيش حينتصر. ارجع اهلك وارجع بيتك وامسك بيتك، والناس اغلبيه الناس رجعت، اغلبيه الناس رجعت، شفت اغلب الرجال رجعوا، ما في زول يخوفك ويقول لك اوه الدودو جاك، ما في دودو بيك، البلد الان امان. يا تجنجويد اللي بيقدر ياخذ الصحافات اللي كانت عبارة عن غارة، الآن الصحافات فاضية، الصحافات اللي كانت فيها كميات كبيرة الآن فاضية، الصحافة فاضية ما في حاجة، يعني خلاص القصة انتهت، المعركة انتهت، المعركة خلصت خلصت خلصت. نمشي يا جماعة، نحن لما نتكلم عن موضوع، أنا تكلمت كثير عن غايد الأركان بالذات، أنا لما بتكلم عن الأركان أنا ما بجيب معلومة من بيتنا ولا بألف، أنا عارف لي حاجات ما بتتقال الآن بتتقال بعدين، لكن أنا بوجه حاجات. شوف الآن المدرعات دي كانوا دارين الناس دي يخشوا جوا، وربنا لطف والناس دي اللي اتعاملوا معاهم كويس، نصر الدين وايوب، ونصر الدين اتصاب وقعت فيه حاجه من فوق اللي هي من البرندات ديل ولا حاجه كده واتصاب، والان القاعد ايوب، الناس ديل قدروا صدوا الهجوم حق الناس ديل وقدروا كملوهم. انا زي ايوب ده انا بكافئه، انا ايوب ده انا بكافئه، انا لو كنت مزول بكافئ ايوب، ايوب ده زي ايوب طالما نظف لي والان المنطقه امنه، انا ما مستحيل الا اكون انا سكران امشي اشيل ايوب واقول ايوب ارجعه منطقته جا منها، معناته انا هنا انا جنجويدي، لو ده البرهان عملها معناته جنجويدي. عشان كده انا بحذرك يا الحسيني، ايوب ده ما بيمشي من المدرعات، لو جاء ابوك ما بيمشي من المدرعات، انا بقول لك بصراحه، واحنا عارفين انك انت طلبت انه يمشي، لكن والله العظيم ان نقول لك قسما بالله العظيم، لو جاء ابوك ما يمشي من المدرعات،
انت داير المدرعات، اكتر زول زعلان انه المدرعات ما سقطت. انت انت والله اكتر زول زعلان انه المدرعات دي ما سقطت. انت ما في ناس ما فاهمين حاجه، في ناس بس سايقين الناس للخلا ما عارفين الحاصل شنو. يا اخي انا ايوب ده نظف المدرعات، اجي اقول ايوب ارجع، ارجع وين ايوب؟ يرجع وين يمشي؟ خلال منو تجيب لك ضابط منك؟ انت كفايه مامون قريبك، كفايه مامون قريبك اللي مسكته الباقير وسلم الباقير للجنجويد. انت قايل الشعب ده بليد؟ انت قايل الشعب تاني بيتغشى؟ ما بيتغشى والله، ما بيتغشى تاني. ولا العساكر بيخلوا ايوب ده يمشي لانه هم شايفين بعينه وعارفين ايوب شنو؟ كونه الغايد يركب الدبابه ويمشي قدام الناس ويوقف الجنجويد دير ويحد من دخولهم. ده ما غايد بيودوه بيرجعوه، ده ممكن يعينوه مكانك انت، يشيلوك بره طوالي بكره، ينزلوك الصالح العام ويجيبوا ايوب فريق ويعينوه هناك. ما تاني ما خلاص زمن السواقه ما في تاني، ما كسرنا حنكو زمن الكذب والطلس والنفاق ما في. الان في حاجات بتطلع، كل ذول بيتحاسب، كل زول بقدر ما قدم من خيانة ومن عمالة ومن بيع للوطن ومن دمار للوطن بيتحاسب. احنا ما دارين اكتر من العدالة والقانون. لك التحية يا بسيوني، كلام جميل جدا، وكل التحية لقوات الشعب المصلى. يا اخوانا اصل الناس هم الاشاعات دي بيحكوها عشان بحبت الجنود وكلام زي ده، واي جند او عسكري او اي ضابط اذا مات ده واجبه ان يستشهد، فدي اصلا ما موجود. لكن هم ناس بحاولوا بيعملوا اشاعه، فمدهم يعتبر بيتكلم كثير جدا ان اشاعات لافة، لكن ما معروف حاجه. ابتدى ميت برغم انه ما في اعلان رسمي انه زول ده مات، لكن بكل الدلائل تشير انه زول ده ميت، لانه زول اذا حي زي ما قلت ما اقدر يصبر، كل يوم بكون بطلع في قناه حدث الجنجوي دي. فالجنود اللي في الارض والله شغالين شغل ما شاء الله، لكن في يعني زي ما تعرفين الجيش هو التعليمات والقياده الفوق يكون عنده حسابات او مصدر تعليمات وكلام ما مفهوم. يعني زي ما قلت انه لو ايوب ونصر الدين ديل ماسكين المدرعات، والمدرعات اذا سقطت الجنجويد اذا استلموا المدرعات والله خرطوم كله بيساووا مع الوطن برضه مع اي عماره، وده كلام عينك عينك بقولوها. فنتمنى انه اي في الزفه الحالي ده الضابط اذا بادوا وظيفه حقه بشكل تام يخالف اي تعليمات القانون، دي حرب وانت حاجه شايف اذا مفترض تعمل. ف القيادة دي والله في شيء كده ما مفهوم يعني برضو، بس ربنا يستر والناس تصدر إن شاء الله. يتمنى إنه برضو الشباب ده يا أخوانا إذا قادر إنه ترجع، ما إذا راجع برضو ما ترجع أسرتكم معه. يا أخوانا النسايوين دي معرضات للخطر أكثر من أي زول، عشان كده إذا أنت راجع أرجو شباب أمنوا أحياءكم وأمنوا بيوتكم، فإن شاء الله نصر حليل وقوتنا وصلى الله.